مش مش من عام كنت واضح ان الرجوع ديال ستاغناوتي لفريق المغرب الفاسي ماشي مفاجأة. الحمد لله كنعرفوا كان واحد يعني واحد التباطؤ ماشي غير في حراس المرمى بل في اللاعبين ككل. ليكيب ديسبوار ما حققش واحد النتيجة مشرفة للفريق، اذا تم جلب لاعبين من مدن اخرى لاعطاء يعني لاعبين جدد في الموين تاعو. عاد اون باس او لونتير اللي حنا راه حنا شاغلين فيه، وكان واعد بان في لونتير غادي يكونوا لاعبين اللي غينضموا لقسم الفريق الاول، ولكن للاسف الشديد الا ما خلصتيش المذكرين 36 شهر راه ما غاديش يكونوا عندك لاعبين اللي غيلعبوا في القسم الوطني الاول. ما كاينش هناك كره القدم ما بقاش فيها المفاجات، تيتر قليله جدا، ولكن اذا كانوا لاعبين مؤثرين في واحد الملاعب بمستوى عالي مؤثرين اولا مخلصين ومؤثرين في المستوى العالي. لذا كنشكر جميع الملكيه لايجاد حلول جديده مع المؤثرين الجدد ديال الفرق باش انهم يسددوا يعني ويعطيوهم واحد الشروط انهم يكونوا كيمثلوا هاد الفرق في التكوين. ولكن الحمد لله احنا دائما في اطار ايجاد حلول وايجاد ناس الذي هذا، وكيف هاد الناس الذي كانوا واحد الوقت ورجعوا بل ما رجعوش بدوك الشروط اللي كانوا خدامين بهم من قبل. كان هناك شروط جديده، هناك اهداف جديده، وهناك تسيير جديد بطريقه حضاريه اللي هي تسيير شركه. اذا هاد الناس هادو فدر واحد الوقت كانوا كيسيروا جمعيات، كانوا كيسيروا هذا، ولكن يعني الرغبه ديال الجامعة الملكيه كره القدم هي يعني ان الفروق يتحلوا فيها شركات ويتسيروا بطريقه ديال الشركه. هذا لا داعي للكلام على اي احد ان بوتيتر كافون كانوا المشاركه ديالهم اكثر، ولكن اليوم المشاركه ديالهم اللي بواحد لي بروسيس اللي كيشتغلوا في جميع الشركات الناجحه في العالم باسرائيل. السي الرئيس واحد السؤال على المديونيات اللي لقيتو شحال على المغرب الفاسي؟ والمديونيات يعني ديريكت كانت ما يفوق 33 مليون درهم واللي تم تسديدها بالكل، ولكن كيف كنعرفوا كاين المديونيات اللي بانوا بعد 8 سنوات 7 سنوات. فاش كنتكلموا مع الناس كنقول لهم علاش هاد الناس هاد ما مشيتوش طلبتوا راه كانوا مكاتب من قبل، كيقول لك حنا جينا ما كناش قلقوا معاه من هضروا. واليوم كنعرفوا بان الا حطينا الديونات ولا هددنا بالمحاكم كنعرفوا بان المكتب الحالي تيتجاوب وكيدير هذوك الديونات للفريق. هذوك الديونات الذي شرنا لهم في الجمع العام هذو ديونات غير اللي لقينا ديجا محطوطين عند الجامعه، هما الديونات الذي عرفوا راسهم يأسين من الجامعه وتنتظروا ان يجي شي شخص الذي يحمل هذه المسؤوليه ويعني يخلص هذه الديونات. هذوك راهم كان هذا كان غيكون ان شاء الله في القريب ان واحد يعني واحد ملخص كامل للواقعيه الديونات لهذا اللي كنخيلوا في خلص الناس ولا داعي للتشويش. الحمد لله راه واحد الا تخلص ودخلوا فلوس في الحسابات ديالو يكون متاكد بانه ما غاديش يعطيك اون ريزيلياسيون الامية. اذا هاد الناس هادو راه ما عطاو لي ريزيلياسيون حتى تخلصوا، وتخلصوا باموال خاصه او تخلصوا باموال المجموعات ولا المؤسسه ديال الجامعيه او تخلصوا من اموال الجامعه التي تدخل الى الفريق. هادو الاموال كانت كتدخل في السنوات الماضيه، وهاد الاموال هادي كانت تدخل ايضا من طرف اولا الجماهير اللي كانت كنعرفوا كتدخل واحد 4 الى 5 ملايين درهم في السنه الى خزينه الفريق، وايضا الكلو اللي كنتمنى اليوم الحمد لله انا اول واحد عارض ان يكون فريق المغرب الفاسي اللي فيه مسجد في اللوغو ديالو يبيع الكحول. اليوم حلينا غادي نحلوا واحد لو كلوب اميكال بدون كحول اللي يعني مداخل حلال لفريق المغرب الفاسي. اذا هذا هو الهدف من هذا الكلوب اللي ان شاء الله نتمنى في المستقبل يكونوا مسخين اخرين. عندي واحد السؤال فقط من غير الجواب ديالي وعاد ما يخليك غير باش نجاوبو ما نبقاش
اذا كنتمنى ان هذا لوكلو تكون لي حل مع مستثمرين اخرين اللي تعطي واحد مدخول قار وواقعي لسد ديونات ولا يعني مصاريف اليوميه اللي كيدور بها الفريق. كنعرفوا لي ديبلاسمون اللي كنعيشوا ويميل اجي بالديرام هذه 10 ولا 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 12 اليوم ولاو كيقتحموا 30000 درهم لي ديبلاسمون انسي كو لي سبونسور اللي لي بان للاسف الشديد افتقدوا الثقه ديال الفريق. ولكن اليوم كنحاولوا اننا نرجعوا لهم هذه الثقه. وكنشكر المستشارين اللي تاقوا فينا هذا السنه الماضيه لهذه السنه. ولكن كنتمناو ان يعني حتى يعني تلقى حل نهائي للمركب اللي كنعرفوا هو مره كنسمعوه ديال الوزاره مره كنسمعوه ديال لا سونارجيس لان ما مازال ما عارفينش الحل النهائي ديال هذا المركب. ولكن اليوم سمعنا بان لا سونارجيس فينا المخدات اللي ما كنعرفوا الوضعيه ديالو مازال يعني تشير الى كثير من التساؤلات ان وهي وضعيه الملاعب ايجاد حل لفريق المغرب الفاسي باش يكونوا التدارب مستقره. كنعرفوا بعض المرات لاعبين ديال القسم الوطني الاول ديال فريق المغرب الفاسي كينتظروا ان واحد المدرسه ديال التكوين تسالي التدريبات ديالها باش يدخل الفريق الاول وهذا شيء مؤسف. او ايضا كاين هذا البوان ديال وزارات التي تغيرت من وزاره الشيوخ والرياضه الى وزاره التعليم والرياضه. اذا هذه كاين التساؤلات اللي جمعها من اليوم غادي نتكلموا يعني كاين هذا السؤال هذا ايضا. اذا ولكن الحمد لله كنعرفوا بان الوقت اللي داز بين كوفيد وهذه الانتخابات الحمد لله اللي دازوا باحسن يعني الظروف تعطي واحد الوجه واحد جديد للفريق ويكون حلم الفريق وهو بناء مركز التكوين. حيت كنشير ليه ان فريق بدون بنيه تحتيه ليس له الامكانيه باش يبقى ان يرافق القسم الوطني الاول اللي صعيب يعني ان ما يكونش عندك اولا مداخل في التكوين او يعني لاعبين الذي قادمون للانضمام الى الفريق.